اهلا ومرحبا بكم في توقعات احوال طقس اليوم غد السبت. غادي تشكل سحب منخفضة على السواحل مصحوبة أحيانا بكتل ضبابية خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل الشمالية، فيما غادي يبقى الطقس مستقر مع سماء صافية إلى قليلة السحب طيلة النهار بوجه عام مع هبوب زوابع رملية داخل الأقاليم الجنوبية، وغادي تهب رياح معتدلة من الشرق منطقة طنجة والأقاليم الجنوبية. الآن خليكم مع درجات الحرارة. بالنسبة لمدينة طنجة غادي تعرف 16 درجة، 15 درجة في كل مدينتي وجدة وفاس، 13 درجة بمدينة الرباط، 14 درجة بمدينة الدار البيضاء وكذلك مكناس، 18 درجة في مراكش، أكادير غادي تعرف 15 درجة، 18 في العيون و 17 درجة في مدينة الداخلة. الآن خليكم مع توقعات أحوال طقس لهذا الأسبوع. شوف تي في جابت لكم الجديد لابليكاسيون موبيل واللي جات بين يديكم مجموعة من الامتيازات، أجيو نكتشفوها. التطبيق ديالنا شامل كيضم التلفزه الالكترونيه، الجريده الالكترونيه، شوف سبور، المراه تي في واسبوعيه المشعل. اخر المسجدات كتوصلوا بها مباشره من كتانستاليو التطبيق ديالنا، والاكيد انكم كطرحوا السؤال ديال كيفاش نحصلوا على هذا التطبيق. زوار ديالنا اللي عندهم الاندرويد يكفي انكم تدخلوا البلاي ستور وفي لا بار دو ريشيرش تابيو شوف تي في وهي الابليكاسيون عندكم. جديد الأخبار وسكوبات بالصوت والصورة، برامج، حوارات وريبورتاجات كلها متوفرة في الابليكاسيون شوف تي في. وبلا ما نساو التطبيق ديال شوف سبور اللي غادي يطلعكم على أخبار حصرية ومثيرة في عالم الرياضة بالصوت والصورة. شوف تي في، آخر الأخبار بين يديك بسامبل كليك.